مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة تحليل الأخبار الرياضية وأبرز الأحداث الرياضية مع الصحفي الرياضي سهل أحمد العبيد. مرحبا بك يا سهل، وأهلا وسهلا بك عبر صباح الشروق. يسعد صباحكم وصباح خير على المشاهدين. مرحبا بك. نضعك بأول خبر، المريخ يسعى لتأمين الصدارة أمام أهل شندي. واحدة أيضا من دائما بيتكلم عن أنه أهل شندي عثرة لأندية القمة، يعني قراءة في دفتر الفريقين استعدادا لهذه المباراة. يمكن ما في شك أكيد أنها هي ستكون مواجهة صعبة، بالرغم من أنه صحيح المريخ في الجولة الأولى استطاع أنه ينتصر على أهل شندي في شندي بهدف وحيد، لكن يمكن الوضع الآن أصبح مختلف نظرا لأنه أهل شندي بعد خسارتين متتاليتين أمام المريخ الفاشر وأمام الهلال العاصبي في الجولة الماضية وإقالة هيرون ريكاردو وتعيين الفاتح النجر كمدير فني بعد أن كان هو كمستشار فني بالنسبة لنادي أهلي شندي، تم تعيينه رسميا كمدير فني بعد الخسارة الأخيرة أمام الهلال العاصبي. ما في شك بأن هذه المواجهة ستكون صعبة جدا بالنسبة للمريخ نظرا لأن المريخ يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة وتحقيقه للانتصار في هذه الجولة باعتبار أنها ستقام على استاد الخرطوم، يعني باعتبار هي مباراة المريخ. لذلك يمكن المريخ وغياب اللقب عن خزائنه في الموسمين الماضيين لمصلحة غريب ونادي الهلال يمكن أكيد ده بيديه دفع أكبر في محاولة لتحقيق اللقب في هذا الموسم، خصوصا بعد الظروف اللي حدثت للهلال في الفترة الماضية وخصم 6 نقاط، دي كلها بتدي دفع بالنسبة للمريخ من أجل تحقيق الانتصار في مواجهة اليوم. لكن لا شك بأنه هذه المواجهة بأي حال من الأحوال لن تكون سهلة على الطرفين، ولا شك في أنه أهل شندي أيضا يرغب في أنه على الأقل يحافظ على المركز الرابع المؤهل إلى بطولة الكونفدرالية، خصوصا أنه يمتلك 17 نقطة، في حال أنه تحقيق الانتصار في مواجهة اليوم سيحصل على المركز الثالث بدلا من الهلال نظرا لأنه الهلال بعد خصم النقاط أصبح يمتلك 18 نقطة، بالتالي أهل شندي سيصل إلى 20 نقطة في حال تحقيقه للانتصار ويقفز إلى المركز الثالث. نعم، برضو من الأحداث الأبرز زي ما ذكرت في هذه الفترة هو خطاب الفيفا أو قرار الفيفا ضد الهلال بخصم 6 نقاط، ويمكن ده أمر يعني خطر جدا على وضع الهلال، وهي طبعا بسبب مستحقات كافالي. وجهة نظرك في هذا الملف وفي هذا الموضوع وبرضو الجديد فيه شر؟ والله للأسف يعني يمكن هو الأمر كما كان متوقع، إنه دائما نحن مشكلتنا إنه بنتعامل بطريقة مختلفة تماما مع القضايا اللي بتتعلق بالفيفا، كأنه الوضع مختلف تماما مع الفيفا عكس الوضع اللي عندنا هنا في السودان. في أحيان كثير بتحصل جودية، بيحصل تدخلات، بيحصل طبطبة في بعض الأحيان، المهم في النهاية بيتم لما الموضوع وبينتهي. لكن في الفيفا الوضع مختلف تماما، الفيفا بيديك قرار، قوانين. ايوه بالضبط، عنده قوانين معينة بيتعامل معها، بينذر النادي، بيديه فرصة لأنه يراجع. إذا مثلا في حالة كافالي مثلا بيديه فرصة لأنه يرد على شكوى المدرب، بعد الفرصة بتنتهي تاني بيحاول أنه يخترق بأنه حدث تطور جديد في القضية. فهو بشكل مستمر الفيفا ما بيتخذ قرار بشكل سريع في هذه القضايا، دائما بيتم إعطاء وقت للنادي من أجل تقديم دفوعاته في خصوص الشكاوى المقدمة ضده في الفيفا. ولكن للأسف أنه الهلال أهمل هذه القضية حتى أتى تحمل تحويل القضية إلى لجنة الانضباط، وبالتالي لجنة الانضباط قد اتخذت هذا القرار. والمشكلة الأكبر التي ستواجه الهلال حاليا هي في حال تأخره عن الدفع سيتم تعريضه إلى عقوبات أخرى يمكن ستكون أشد قسوة في المرحلة القادمة، ولذلك يمكن الهلال الآن القرار غير قابل للاستئناف، وبالتالي المسألة أصبحت الهلال سيلعب وهو ناقص 6 نقاط وسيصبح في المركز الثالث ب 18 نقطة، الآن الهلال أمام الأمر الواقع وهو أنه عليه أن يحول مستحقات كافالي حتى يتجنب مزيد من العقوبات. طيب أيضا واحدة من المباريات كانت بالأمس، سلام العطبرة هزم متهاشم سنار ب3 أهداف، متهاشم كان ماشي في أداء تصاعدي، لكن هذه المباراة هل ستحد من مستواه؟ وما في شك صراحة يمكن أعتقد أنه وتهاشم سنار مع المدرب صالح حسين كان يسير بشكل جيد، وأنا لا أعرف يعني ما هي مبررات إدارة وتهاشم سنار في تعيين عزيز أدو، واللي يمكن الفريق لم يقدم نتائج مميزة، وآخر كان السقوط في فخ الخسارة بنتيجة ثقيلة أمام الأمل عطبرة. الأمل عطبرة بعد هذا الانتصار
ضمن البقاء رسميا في الدوري الممتاز بعد صدارته لمجموعة العشرة ووصوله إلى النقطة 30، في انتظار أكيد المواجهات القادمة اللي ستكون فيها المنافسة على أنه الثلاثة اللي سينافسوا الأمل على البقاء باعتبار أنه أهل الخرطوم حاليا وأيضا ود هاشم سنار بالإضافة إلى حي الوادي نيالة. يمكن ود هاشم سنار ما زال في المركز الثاني رفقة أهل الخرطوم ب 25 نقطة، وحي الوادي نيالة يمتلك 24 نقطة في المركز الرابع، وهذه الأربع أندية في حال استمرار على هذا الوضع ستضمن البقاء في الدوري الممتاز. نعم، أيضا من الأخبار الهلال يحل ضيفا على حي العرب بورسودان اليوم، قراءتك لهذه المباراة؟ أكيد هي ستكون مباراة صعبة نظرا للوضعية النفسية بالنسبة للاعبي الهلال بعد خصما 6 نقاط، واعتقد انه كان حتى رئيس نادي الهلال السيد اشرف الكاردينال كان هو سيرأس البعثة، لكن بعد قرار الفيفا وخصم 6 نقاط هو قرر عدم رئاسة البعثة والسفر مع الفريق إلى مدينة بورسودان. لكن حتى بالرغم من انه بعض التقارير بتشير الى انه اللاعبين تدربوا بشكل جيد، لكن لا في شك بانه هذا الأمر نفسيا اللاعبين في وضعية سيئة ومحبطين بشكل كبير جدا، لأنه الهلال الآن سينتظر تعثر الأندية الأخرى وليس فقط أنه عليه أنه يحقق الانتصارات في مبارياته القادمة. وما في شك بأنه هذه المواجهة أيضا ستكون صعبة نظرا لأنه حي العرب لعب مباراة كبيرة أمام المريخ في الجولة الماضية، والمريخ استطاع أنه يخطف هدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، لذلك هذا الأمر سيجعل المباراة أكثر صعوبة بالنسبة للهلال، لأنه حي العرب لا يرغب في أنه يخسر للمرة الثانية على أرضه ما وسط جماهيره. ولا ننسى أنه دائما حي العرب هو من الأندية الصعبة صعبة المراس على أرضه وسط جماهيره، وكانت دائما ما تمثل حجر عثرة بالنسبة لأندية القمة. سهل أحمد العبيد، شكرا جزيلا لحضورك لكل التحليلات اللي قدمتها لنا، كتر خيرك. كتر خيركم شديد. شكرا لك. وصلنا إلى الختام. نعم. شكرا جزيلا لكل الناس التابعون عبر صباح الشروق، وشكرا لك يا سهل ولكل الضيوف اللي كانوا معنا عبر صباح الشروق عبر الفقرات والمساحات المنوعة. بكرة فريق جديد وشروق جديد إن شاء الله عبر الصباح. نعم، تحياتنا لكل أهلنا في كسلة، أتمنى دوام الصحة والعافية لكل أهلنا في ولاية كسلة. وأيضا يمكنكم متابعة فقرات هذا البرنامج على اليوتيوب، وأيضا نسعد بمشاركتكم والتفاعل معكم. حتى نلتقيكم ختاما، تقبلوا تحية فريق العمل الذي سعدنا جدا ونحن نقول جهدهم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.